مؤتون إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Apa sikitlah, jangan bagi guang. Tidak terima tang depan kita lah juga lalu. Belakang pun tak ada. Kan? Apa-apa je. Baik, kita akan baca selawat. Masa selawat itulah nyatakan hajat tuan-tuan, ya. Sebelum kita mula baca sini. Okey, baca selawat tu nyatakan hajat, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okey. Roman, boleh baca? Okey, start baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Itulah qauman ma'udhir لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أعناقهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلموهما وعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لدينا بكم لئن لم تنفعوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم اتبعوا المرسلين ما أنزلنا على قومه من بعده من ذل من السماء وما كنا موقنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا بثمره ما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أعلى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل يسابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يهتدون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان إلا ريحة واحدة وإذا هم مضيء إلينا محضرون فاليوم لا تجنب نسشون شيئا ولا نذر إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون مثلوها النار ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أمر نكس في الخلق أفلا يعقلون فما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما قبلها ما كنا خلقناهم لا وما نقول ومنها نقول ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يلدعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يهدم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهو يقول قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون مستغفر الله العظيم إلى مستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا من يشفعه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وأزواجكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كل ما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيبها محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كل ما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك من ذلك كلماتك كل ما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا بأسر سيدنا رسول الله أجمعين وأصبر الله وأنا من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا محمد صلى الله عليه وسلم المدعو عليها نهي وعليها نهي وعليها نهي وعليها نهي وعليها نهي وعليها نهي وعليها نهي إلى أهل المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنباء والفاتحة أعوذ بك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلنا حامدين حمدا شاكرا مستغفرين حمدا يعمل كثير مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها أمين الأبصار وضيائها برحمة الأرحام الراحمين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم ومن التقرب من سنة ومن بلاد وبلاد ومن القديم بجميع ما جاء به من كتبه وتنزيل العزيز الرحيم بالخفاء والرواس والأسماء التامة ومن أساتذة لكل موجود من الآيات البينات بالخوائف والنزول الأسماء التامة ومن أساتذة لكل موجود من الآيات البينات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بغفرة الله العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الذين يا رب العالمين يا عائلة المطمئنة اجعلنا رب العالمين وادخلي في عبادي خيري ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا مع الذين يا رب العالمين يا عائلة المطمئنة اجعلنا إلى ربك يا رب العالمين وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله منكم يا من إهرام أتوني بابا من تقوله لا بلو استهري لا يا استهري يا دابيس so satu yang tuh di bawah Ehram tuh di bawah tidak tidak pasti sini
هنا كلوا كلوا ابونا راه بوا يبو دوكو دي لما حبي صلاه الجمعه تسكو تاورا تسكو تاورا انت ما صوت تاورا tengok dekat atas dia shopping mall atas ada kapal masuk dalam tower tu masuk dalam bangunan ada belah tengah tu ada nampak kapal dalam tower tu ha, itu floor untuk makan ha, nanti nak eskater lah tingkat 5 ok yang lain boleh stay lah ha. Masuk dalam tower tengok ada kapal ah pergi tu ha sebaris dekat 5 tu ada kapal tu. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Selesai kita punya hadis Encik Yasin dan juga tahlil arwah untuk edisi 1 Disember bersama dengan grup umrah KIA Kedai Mahal Senol. Dan insyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih pada semua yang telah mengirimkan hajat-hajat, doa-doa ya, infak sabil untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku la kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.